السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مجلة أمريكية تقول أن التطور السريع قوات صنعاء جعلها لاعبا عالميا. وإلى التفاصيل. قالت مجلة أمريكية إن إعلان قوات صنعاء عن المرحلة الرابعة من التصعيد دعما لغزة ضد العدو الإسرائيلي تعد إشارة واضحة إلى توسيع منطقة الصراع لتشمل البحر الأبيض المتوسط وتشديد الحصار على إسرائيل التي تعتمد اقتصاديا على التجارة البحرية. وذكر تقرير مجلة ذا كريدل أن التصعيد اليمني الجديد يشكل تحديا متجددا لتل أبيب وحلفائها، مما يزيد من الضغوط خاصة على واشنطن وشركائها الأوروبيين. ورأت المجلة الأمريكية أن خطوة صنعاء الاستراتيجية تأتي بالتزامن مع انضاضات وقف إطلاق النار المستمرة التي تشارك فيها حماس، التي تواجه ضغوطا شديدة لقبول شروط مواتية لإسرائيل، وهي جزء من استراتيجية أوسع للتأثير على النتائج السياسية خارج حدود اليمن. وبخصوص دائرة النار اليمنية وامتدادها البحري، قالت إنها تشمل الآن البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط. وعلى الأرض ينصب تركيز صنعاء على التأثير على العمق الجغرافي لإسرائيل، وخاصة مناطقها الجنوبية المتاخمة للبحر الأحمر. وأضافت المجلة أن عمليات البث الأخيرة أظهرت طائرة بدون طيار انتحارية بعيدة تستهدف سفينة في البحر الأحمر مزودة بكاميرا على مقدمتها. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك تقدم يمني كبير في استخدام الصواريخ المجنحة والصواريخ البالستية وفقا لمحللين عسكريين. لأول مرة في التاريخ تم نشر صواريخ بالستية مضادة للسفن ضد السفن المحمولة بحرا، وهو تقدم نوعي في حقيبة الحيل العسكرية لقوات صنعاء. وتابعت المجلة: يتجلى ذلك بوضوح من خلال المقارنة بين العمليات التي قامت بها في بداية قراراتها وحتى نهايتها. العمليات في خليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي، حيث تمكنت من مراكمة وتطوير قدراتها بشكل مستمر، سواء على مستوى القوة الصاروخية أو القوة الجوية بدون طيار أو غيرها من الأسلحة البحرية، متجاوزة مختلف الدفاعات الأمريكية والأنظمة. المجلة رأت أن إخفاقات التحالفين الغربيين المكرسين لإحباط حصار اليمن على إسرائيل أصبحت واضحة للجميع. فمنذ أوائل أبريل نيسان رفع العديد من قادة البحرية الأوروبية أيديهم على مرأى ومسمع من الجميع، حيث قال جيروم هنري قائد الفرقاضة الفرنسية المنتشرة في البحر الأحمر لمدة 71 يوما متتالية، قال في 11 من أبريل نيسان إن سفينته استنفذت ترسانتها القتالية بالكامل، وبينما ستتوجه إلى الميناء لتجديد تلك الذخائر فإن العودة ستكون لمواجهة مهمة مستحيلة. وأكد أنه لم نتوقع بالضرورة هذا المستوى من التهديد، كان هناك عنف غير مقيد، كان مفاجئا للغاية وهاما للغاية، ولا يتردد اليمنيون في استخدام الطائرات بدون طيار التي تحلق على مستوى الماء وتفجيرها على السفن التجارية وإطلاق الصواريخ البالستية. وصرح هنري لصحيفة لوفيجارو الفرنسية: كان علينا تنفيذ ما لا يقل من 6 عمليات مساعدات في أعقاب الهجمات اليمنية. وفي أوائل أبريل نيسان أيضا حذر الأدميرال فاسيليوس جريبياريس القائد اليوناني لعملية إسبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي من أن مهمته لن تنجح مع وجود 3 سفن حربية فقط متاحة لحماية الشحنات عبر مضيق باب المندب. وأعرب جريباريس عن أسفه لأنه منذ إطلاق عملية إسبيدس في 19 فبراير 2024 وحتى الآن ظل مستوى التهديد على حاله،
المجلة أشارت إلى أن إخفاقات النظام الدفاعي الأمريكي والمخاطر المتزايدة التي تواجهها التحالفات البحرية المناهضة لليمن أجبرتها وحلفائها على سحب أكثر من 18 سفينة من مسرح العمليات، فيما ارتفع عدد السفن الأمريكية وبلغ عدد السفن التي غادرت 10 سفن، فيما غادرت 8 سفن أوروبية. وكشفت المجلة أن التطور السريع للقدرات العسكرية لصنعاء خلال الحرب المستمرة جعل اليمن لاعباً محورياً، وليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن على المستوى العالمي، وذلك بسبب موقعه الاستراتيجي الذي يشرف على أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وجاء في تقرير المجلة: أظهر اليمن قدرات عسكرية بعيدة المدى وتخطيطاً استراتيجياً مثيراً للإعجاب، أربك أعظم القوى البحرية في العالم. إن مناورات صنعاء الهائلة في المناطق البحرية في غرب آسيا دفعتها إلى ضريعة محور المقاومة في المنطقة باعتبارها العضو الأكثر قدرة على التأثير على الأمن البحري العالمي والاستقرار الإقليمي. أشكركم على حسن متابعتكم وإصغائكم، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.